أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدأ كالمعتاد من الشأن المحلي، حيث انطلقت فعاليات المعرض 20 للنفط والغاز في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 200 شركة عارضة من 25 دولة حول العالم. هذا ويغطي المعرض جميع منتجات وخدمات صناعة النفط والغاز، إضافة إلى طرح خيارات متقدمة في التكسير الهيدروليكي والتصميم والمعالجة، إضافة إلى حلول الرفع الصناعي وتعظيم الإنتاج. كما يتضمن المعرض عروضا فنية لكبرى شركات النفط والغاز وبحث تقلبات أسعار النفط من زاوية جدوى مواصلة الاستثمار في المستقبل لتلبية الاحتياجات المستقبلية وكيفية التحكم في كلف التشغيل والإنتاج بغيّة مواجهة تحديات العمل في بيئة أسعار النفط المتغيرة. ويهدف المعرض مشاهدينا بنسخته 20 إلى تبادل المعرفة والخبرة لإدارة وتشغيل وتزويد الشركات بالتقنيات الحديثة في صناعة النفط والغاز. مثل ما تشوفون هناك حضور كبير من كبرى الشركات العاملة في النفط والغاز وشركات النفط الوطنية في المنطقة، شركة نفط الكويت أمامنا، شركة أرامكو السعودية، بابكو متواجدة، وجميع الشركات لها محطة في هذا المعرض. وبدأت المحاضرات في القاعات اللي تابعة للمعرض، وهذه سمة المعرض ميوس الذي يقام كل سنتين. طبعا النسخة 20 يعني مع مرور 40 سنة تقريبا منذ انطلاقة هذا المعرض. في سياق آخر، توقع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن يتم الانتهاء من مشروع توسعة شركة غاز البحرين باناغاز خلال عام ونصف، مؤكدا في الوقت ذاته انخفاض كلفة تحديث مسار خط أنابيب النفط بين البحرين والسعودية بفضل انخفاض أسعار الحديد. هو جزء من الإجراء المتبع، لكن طبعا مشروع باناغاز بدأ الإنشاء فيه منذ سنة تقريبا وهو قيد الإنشاء، ونتطلع إلى الانتهاء منه يعني في خلال سنة ونصف تقريبا. الكلفة جاءت أقل من المتوقع، وهذه طبعا سمة الأسواق هذه الأيام، سعر الحديد منخفض، المقاولين عندهم يعني فرصة لإعطاء أسعار تنافسية. كشف الرئيس التنفيذي للشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة أراغاز سعد العقيل للنشرة الاقتصادية عن وجود مباحثات مع شركة نفط البحرين بابكو لتعزيز التعاون في مجال معالجة البيانات والاستشارات الخاصة بالمسوحات الجيوفيزيائية من أجل تقييم الموارد الطبيعية. الجار له حق على الجار على قولتهم. بابكو وما انقطعنا عنهم من زمان اتصالات. قريبا أنهينا مسح المغناطيسي اللي هو محمول جوا في البحرين، والآن نناقش بابكو في عمل بعض معالجة البيانات اللي عندهم، وفي خطط مستقبلية لشركة بابكو عن تطوير أزواج. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة مشاهدينا من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث أغلق السوق المالية السعودية عن مستوى 6993 نقطة بارتفاع نسبته الربع نقطة مئوية، فيما طغى اللون الأحمر على باقي الأسواق المالية مع انخفاض كل من بورصة الكويت ودبي وبورصة قطر بنسبة تجاوزت 1.5%، طبعا متأثرة بضعف أداء أسهم قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والعقارات والإنشاءات الهندسية. أما بالنسبة لأداء بورصة البحرين مشاهدينا، فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1332 نقطة بانخفاض نسبته 0.38% مقارنة بإقفاله يوم الأثنين. وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين مشاهدينا 5,600,000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 1,300,000 دينار تم تنفيذها من خلال 112 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الصناعة والتي
التي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 614 ألف دينار، أي ما نسبته 47% من القيمة الإجمالية للتداول.